مرحبا اينما كنتم مشاهدي الافاضل، مرحبا بكم، نحييكم من جزر الكناري وبالضبط من ملعب جران كاناريا. المباراة في اطار الجولة 26 من الدوري الاسباني لهذا الموسم. لاس بالماس يستضيف برشلونة الذي لم يخسر تماما هذا الموسم، لم يخسر منذ 32 مباراة لحد الان في مواجهة ثاني اضعف خط الدفاع في الدوري الاسباني لهذا الموسم، تلقى 56 هدف، هو الثاني. جماهير اسبانيا كلها لهذا اللاعب. الكرة بلوكادين على الجهة اليسرى يلحقها، التغطية الدفاعية مازال ميسي، مازال ميسي يلعبها على الجهة اليمنى. لا لا، كرة من هنالك من أليكس فيدال في اتجاه ليو ميسي، وانطلاقة سريعة من ليو 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 قفلة من دفاع لاس بالماس، اختفى ليو، انطلق ومر لي سواريز. مباراة لبرشلونة تنفذ من فيدال للقائمة الثانية، هنالك لويس سواريز سبق أو عصر، يواصل يضغط ميسي والمخالفة 25 متر يا ليو، ميسي يستعد الجدار، وقف ليو، با 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 رائعة روعة كان جيزولا، ما زالت الخطورة، رائعة الكرة هذه من أليلوفيتش بيسراه، كرة داخل البحث عن الرؤوس، أما التسديدة المباشرة أليلوفيتش، ليمور يدخل، هي المراوغة، رجل خطيرة، ما زال سامبيريو فيردي أكثر واحد، ميسي انطلق، كرة خطيرة، ميسي 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 ليو سواريز، صعبة كثير هذه المخالفة على الحارس، تشيزولا، با 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 جول ليو 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 ليو، فنان وماهر ليو، يفتتح مجال التسجيل ويسجل الهدف رقم 599 في مشواره الكروي مع برشلونة. والأرجنتين المباريات التي لعبها، كرة بعيدة لفيدول وليلوفيتش لكنها بعيدة، أنت من جنس البشر الآخر، لا سجلها، يرفعها عالية في القائمة الثانية، رأسية من أمتيتي، الحكم يقول خطأ ضده، رأسية من أمتيتي. سواريز سواريز ميسي، لعبة رائعة بين ليلوفيتش، التوزيع الرائع بالرأس، أرجنتين والدفاع يخرجها، ما زالت الخطورة.